تقدم واسع للجيش والمقاومة في جبهة الصلو، مناطق مهمة تم استعادتها إثر المواجهات التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية. أهم هذه المناطق قصيرتين وجبل المقاطرة والموسطة وبطنة وتبة الشرف وهوائي الاتصالات، فيما يواصل الجيش والمقاومة تقدمهما باتجاه حمدة والشرف. فترة قصيرة تفصل هؤلاء المقاتلين عن خوض معركة الشرف التي ستعني الهزيمة الكاملة للميليشيا في هذه المنطقة الاستراتيجية التي ترمز أيضاً إلى الشرف والكرامة، كما يقول قائد جبهة الصلو العقيد الركن سعد اليوسفي. اتخذ قرار أن تكون المعركة هي معركة الشرف بكل ما تعني الكلمة. شردت النساء، شرد الأطفال، خربت البيوت داخل الصلو، فقررنا أن تكون هنا معركة الشرف لاسترجاع المكان، مكان الشرف، واسترجاع الشرف والكرامة للمواطنين. ضربات سديدة يوجهها مقاتلو الجيش والمقاومة إلى مواقع تمركز الميليشيا في الأطراف الشرقية للصلو، ومع تقدم المقاتلين تندحر عناصر الميليشيا من المواقع التي سيطرت عليها خلال الفترة الماضية الواحدة والآخر. وعلى مقربة من الصلو يخوض مقاتلو الجيش والمقاومة حربا شرسة مع الميليشيا في هيجة العبد وسط تقدم كبير تمكن خلاله من الوصول إلى الخزجة، كما يقول قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي. أيضا في هناك تطور آخر، يخوض اللواء 35 والمنضمين إليه من المقاومة في جبهة هيجة العبد استطاع الوصول إلى قرب من منطقة الخزجة. طيران التحالف نفذ طيلة الساعات الماضية إسناداً مهماً للجيش والمقاومة، حيث استهدف الطيران عدداً من الأطقم المسلحة والعربات المدرعة التابعة لميليشيا المخلوع صالح والحوثي. تمثل جبهة الصلو نقطة محورية في المواجهات الدائرة في ريف محافظة تعز، وإذ يخوض هؤلاء المقاتلون معركة لم تنقطع مع الميليشيا يتطلعون إلى قرب الحسم الذي سيؤدي في حال استمر التقدم بهذه الوتيرة إلى استعادة السيطرة على خط تعز عدن وقطع خط الإمدادات الرئيسي للميليشيا.